إذا اليوم نستمر وياكم مشاهدينا في فقرة التصميم والديكور، وأيضا رح نتحدث عن موضوع جدا مهم، وضيفنا لهذا الصباح يا حمود. طبعا ضيفنا هو المصمم منصور غالب رشدان من شركة الفن الراقي تصميم الديكور وتنفيذ. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك أستاذ حمود، الله يبارك فيك. نحن بداية حابين نتكلم عن الديكور الكلاسيكي شوي. طبعا الناس دائما تتكلم عن الديكور الكلاسيكي ويحبون الكلاسيكيات، فما هو الديكور الكلاسيكي؟ هو سيدي الديكور الكلاسيكي يعني عبارة عن بالكي بيكون على أطراف المكان، سواء مجلس أو صالة أو غرفة. نعم. أو بيكون فلات، بيكون في شوية حركات بسيطة، ممكن يكون في خشب محفور كون هلأ دارج موضة الخشب المحفور، فممكن تدخل فيه شغل بسيطة يعني على أساس ما يكون مزعج للنظر. نعم. فهو بيتميز بالهدوء وبالبساطة. نعم. طيب يعني هذا بشكل عام عن الديكور الكلاسيكي، لكن ما الذي يميزه عن بقية الديكورات؟ الديكور الكلاسيكي بيتميز بأنه هو مريح للنظر، خفيف التكلفة، يدوم أكثر. يعني اللي بيميزه عن الديكور اللي هو بسموه المغربي او الديكورات اللي بيكون فيها يعني اوفر حركات تصميم وكذا، بيكون بيدوم مثلا هذاك بيكون سنتين، هذا ممكن يقعد 10 سنين 15 سنه، الزبون ما بيمل منه يعني ما بيحب يغيره، بينما الديكورات الثانيه بعد فترة بيمل منه فبيضطر يغيره. ممكن لأنه الألوان اللي فيه هادئة فاللون الهادئ ما يستفز العين. إيه بالضبط بالضبط. بعدين الديكور اللي موجود في السيلينج بيكون خفيف جدا يعني ما بتحس فيه، غير مزعج يعني. فبالتالي طبعا غير قابل للتغيير بسبب طبعا هذه النقطة. إيه بالضبط. إنه الإنسان مرتاح. يعني فيما بعد ممكن يصير عليه تعديلات في الألوان في حركات بسيطة. أما هاي الألوان الدارجة ممكن موجود. نستخدمها. الالوان الدارجه اللي ممكن نستخدمها في الديكور الكلاسيكي هي غالبا بتكون الوان يعني فاتحه، واللي مطلوب اكثر اللي هو اللون الابيض طبعا. الابيض هي الاوف وايت، بس الابيض هو اكثر شيء مطلوب. انا حاب اتكلم عن الديكور الكلاسيكي، يعني في الكلاسيكي مثلا في كلاسيكي عربي، في كلاسيكي اجنبي، ولا كلاسيكي هو واحد فقط؟ هو الكلاسيكي يعني نفس ما قلت ميكس، يعني هو مأخوذ من هنا ومأخوذ من هنا، ف تم الدمج. بالضبط. نعم. ف يعني هو مميز كثير الديكور الكلاسيكي، يعني حتى في بيستعملوه في المولات، بيستعملوه في الفلل، بيستعملوه في كل مكان تحصل يعني تحصل هذا الديكور. هذا الديكور بالضبط. نعم. يعني هو يعني الأكثر طلبا خلنا نقول. إيه بالضبط. حاليا نسبة لأنه الشباب أصحاب الفيلا حاليا كلهم شباب يعني، ف ما شاء الله هم يختاروا الكلاسيك طبعا. طب التصاميم اللي قمتم بها في الشركة، خلينا نتحدث عنها، سواء كان ديكور كلاسيكي أو ديكور آخر مختلف. احنا طبعا راح يتم عرض معنا صور. نشوف أهم التصاميم عندكم. نعم. خلينا نتكلم عن هذا التصميم. نعم. هذا في هذا طبعا راح لهذا طبعا هذا فكرتي طبعا وتصميم وتنفيذي مبتكر يعني. هو الساتر بالضبط، هو هذا البارتيشن، وعندك هذا تبع التي في، هو راح يبين كمان شوي في نفس الحفر اللي موجود بالبارتيشن موجود في تبع التي، يعني عامل فيه تناغم يعني تناغم. هذا السقف نفس المكان في نفس البيدروم. نعم. التكلفة هنا تكون عالية ولا تكون؟ لا بالعكس، هنا تكون خفيفة ونفس ما قلت بالبداية هذه التصاميم ممكن انها تكون بارزة، بس لو شوي معنا بالكنترول روم حتى ان ناخذ يعني التصاميم اللي معنا. التصاميم اللي في الاسقف اللي ممكن انها تكون بارزه او ممكن انها تكون داخل السقف، يعني هي بتكون اما حفر او تكون كفور سيلينج، او انا يعني بناء على ماذا احنا ممكن نستخدمها على مساحه الغرفه؟ بالضبط. احسنتي.
اللي بيحكمنا الارتفاع والعرض في الطول. اي نعم. بناء على هذا بنحدد الديزاين اللي احنا بدنا اياه. لو كان عندنا مساحه صغيره طبعا كيف ممكن احنا نعطي يعني مساحه اكبر في النظر احنا دائما نعتمد السبيس في الفراغ يعني يكون في مساحه في المكان على اساس يعطي جماليه يعني للغرفه. بينما سابقا كانت الديكورات عشوائيه يعني يختار موديل معين ويركبه كيف يجي بعدين ما مشكله. بينما هلا يعني في شويه يعني انا يعني من هالناحيه ابغى اسال هل انتم اللي تروحوا تصمموا وام انه صاحب البيت هو اللي يقول لا بدي او ابغي كذا؟ في طبعا في بيكون بعض الزبائن بيجوا بتصاميمهم جاهزه احنا بننفذها طبعا. طيب انت ممكن تقولوا لا يصلح لهذه المساحه احنا ممكن نعدل عليه نفس التصميم ممكن نعدل عليه. يعني في الصوره اللي مرت قبل شوي اول صوره احنا لو نشوف معنا الصور اللي هي للجدران او الاسقف نعم اول صوره اللي هي فيها الفرنتشر جاهزه كانت اللي فيها اضفنا الى الاحمر والاسود. ايوه بالضبط. نعم. هاي نتكلم عن هذا التصميم اللي في الساق. نعم. هذا مضاف الى الاضاءه. هذا كلاسيك. هذا كلاسيك واضح. يعني ماذا نعني الكلاسيك في الاسقف؟ يعني يكون شيء سمبل يعني ما يكون بدون ملونات كثير هذا اضاءه كثير في حركه بسيطه الكورنيش نقوش خفيفه نقوش خفيفه. نعم نعم. تستخدمون المواد المستخدمه هي الجبس اكثر شيء في طبعا التصاميم اللي تكون في السقف 80% بيكون الجبس. باقي المواد ممكن تكون هي خشب او ستيل او ألمنيوم. الخشب مرغوب او غير مرغوب الخشب حاليا؟ هو الطاغي يعني هو الموضه اللي ماشي بس لها افات تكون الخشب. طبعا هي الرمه بس الرمة. حاليا اوجدوا لها حلول يعني اللي هو الشيء يسموه اللكر. هذا اللكر ماده عازله صحيح تضعها على الخشب فما يتاثر فما بالعكس هذا معالج يعني يموت الحشره هذه. جميل. نعم. نستكمل عن الديكورات الاخرى اللي بتقوموا فيها في شركه الفن الراقي. نعم. والتصاميم خصوصا يعني كل منطقه يختلف متطلباتها عن المنطقه الاخرى والاشخاص لهم اذواق. نعم. مختلفه فكيف يعني انتم بتكونوا دائما تستدرجون حسب رغبه الزبائن؟ احنا دائما متابعين يعني الديكورات العالميه يعني. نعم. متوفره عندنا في الشركه وبنعرضها يعني احنا ما حصرا انه احنا اللي نصمم واحنا اللي نتم كل العمليه يعني ممكن ناخذ افكار خارجيه ما في مشكله يعني المهم بالنهايه يكون شيء جميل يعني. يعني انا جيتك الحين في المحل قلت لك انا والله متخيل الباب يكون بالشكل هذا، الجدار ابغيه بديزاين معين واقعد اتخيل وارسم في الخيال وانت طبعا معاي. نعم اطبق لك كل مخيلاتك بس في ضمن اطار معين يعني ما على اساس نحافظ على الجماليه. ما على النطاق الجمالي. اي بالضبط بالضبط. ممكن يكون شوي عندي افكار كثير لكن ما تتناسب مع المساحه الموجوده. نعم نعم. يعني كل هذه التفاصيل ممكن اتكلم عنها انه اسعارها جدا مناسبه ومش بالضبط غير مكلفه. نعم غير صحيح. غير مكلفه نهائيا وفيها ديمومه يعني ديمومه. يعطيك الف عافيه طبعا المصمم منصور غالب رشدان مشرف طبعا الفن الراقي تصميم وديكور وتنفيذ. يعطيك الف عافيه حياك الله. الله يبارك.